مرحبا، مساء بكم أعزائي المشاهدين من جديد. تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، تم افتتاح مؤتمر قطر للبترول الثاني للصحة المهنية، والذي عقد هذا العام في جراند حيات الدوحة تحت شعار الإبداع من أجل بيئة عمل صحية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تحقيقا لسياسة راسخة، سياسة دولة قطر في الاهتمام ورعاية العمالة في جميع القطاعات وعلى رأسهم القطاع النفط والغاز، نعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية خلال سنتين. ومؤتمرنا هذا يهتم بآخر ما توصل له العلم في الرعاية الصحية المهنية وكذلك التطورات التكنولوجية. اليوم الدوحة تحتضن أكثر من 250 من الأطباء والمختصين في مجال السلامة المهنية. عندنا متحدثين من مختلف دول العالم، حوالي 40 متحدث يقدمون آخر ما توصل له العلم. كل هذا حقيقة في سعي دولة قطر المستمر في تحسين صحة وسلامة العاملين بها. والحمد لله الإحصائيات تبين أن الغياب عن العمل نتيجة المرض يقل عن 1.5%، وهو أقل بكثير من معايير الصحة العالمية التي تذكر 4%. هذه النسخة من المؤتمر تتميز بشراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى للصحة، وكذلك وجود شركات عالمية ترعى المؤتمر. إن شاء الله المؤتمر راح يحتوي على عدد من الأبحاث وورش العمل، وكلها تصب طبعا في مصلحة والصحة المهنية لقطاع الموظفين في قطاع النفط والغاز. شعار المؤتمر بحد ذاته نحو خلق بيئة عمل صحية جديدة هي في صلب موضوع الاهتمام بالصحة المهنية اللي وردت في استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. فكل الأهداف اللي يهدف لها المؤتمر هي تصب في خدمة هذه الاستراتيجية والخطة الوطنية. طبيا ايضا تعتبر الصيدليه صمام الامان للمريض، ومن الصيدليات التي تعتبر نموذجا يحتذى به صيدليه مستشفى القلب في حمد الطبيه. نتابع مشاهدينا هذا التقرير. تقدم صيدلية مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية خدمات صيدلانية متكاملة من خلال إدارتها التي تعمل على تطبيق أحدث المعايير الطبية لتقديم رعاية على أعلى المستويات. ولصيدلية مستشفى القلب ثلاثة أقسام، وهي الصيدلية الداخلية والصيدلية الخارجية والصيدلية السريرية. تتميز الصيدلية الداخلية بنظام الصرف الأوتوماتيكي للأدوية، ويديرها ممرضون على كفاءة عالية بخلاف الصيدلية الخارجية الذي تتعاطى مباشرة مع المرضى بعد وصفة الأدوية المناسبة لهم. احنا في الصيدلية الخارجية لمستشفى القلب نستقبل المرضى من يوم الأحد ليوم الخميس من الساعة 7 الصبح للساعة 3 العصر. الصيدلاني أول ما يستلم الأدوية يراجع تاريخ الدوائي للمريض ويسأله
ويثقف المريض عن الأدوية اللي راح ياخذها وطريقة استخدامها. عندنا جهاز صرف الأدوية الأوتوماتيكية الأوتوماتيك ديسبنسنج كابينت اللي هو البكسز. هذا الجهاز مخصص للأدوية المخدرة اللي عليها كنترول، فنحطها في هالجهاز والصيدلاني يقدر يوصل لها عن طريق الأكسس بالبصمة الأصبع، وكل صيدلاني عنده أكسس عليها. أما القسم الثالث وهو قسم الصيدلية السريرية فيتواجد فيها الطاقم الطبي بالكامل برفقة الصيدلاني لمعاينة المرضى الداخليين ومتابعة أوضاعهم الصحية وحاجتهم من الأدوية. الوحدة الدوائية في مستشفى القلب تعتبر العصب الرئيس لأقسام المستشفى كالعناية المكثفة والوحدات العادية، فهي توفر الأدوية كافة إلى جانب وحدة تحضير المحاليل الوريدية المعقمة التي تغلف داخلها أدوية الجرعة الواحدة أوتوماتيكياً والتي تقدم عبر نظام إدخال الوصفات الطبية إلكترونياً. كما توفر الصيدلية نظام الأنابيب الأوتوماتيكية لتوصيل الأدوية بين جميع أقسام المستشفى وغرف المرضى لتصل في أسرع وقت ممكن. المزيد حول الخدمات اللي تقدمها صيدلية القلب معنا في الاستوديو الدكتورة منال زيدان، مديرة صيدليتي مستشفى القلب والمركز الوطني علاج السرطان والأبحاث في مؤسسة حمد الطبية. يا هلا ويا مرحبا فيك دكتورة. يا مرحبا فيكم وشكرا على الاستضافة. واجبنا يا دكتورة، الله يحفظك. دكتورة، في البداية لو تحدثين عن المستجدات في صيدلية مستشفى القلب ومركز السرطان. من أبرز الأشياء اللي صارت عندنا في الصيدلية غير الأقسام اللي ذكرت في التقرير هذا، في عندنا مبادرة صارت عندنا في مستشفى القلب وهي عيادة فشل القلب. فهذه العيادة تكونت بالتعاون مع الأطباء يعني بصورة رئيسية والصيادلة الإكلينيكيين وبعد والتمريض، وطبعا بالدعم الإداري اللي في المستشفى. فهذه العيادة تركز على المرضى اللي عندهم فشل في القلب، ودور الصيدلي يكون عن طريق تثقيف المرضى على أدويتهم هذه، متابعة البروتوكولات الدوائية الخاصة بالمرضى اللي عندهم هذه الأنواع من الأمراض. الأشياء الثانية بالنسبة لإعادة التعبئة لبعض الأدوية أو للأدوية بصورة عامة، طبعا إحنا المرضى نصرف لهم الأدوية كل شهرين أو كل 3 شهور، فعلى أساس نقلل الزحام وعلى أساس نقلل زيارات المريض للأطباء، بالتعاون مع الأطباء اتفقنا أن الأطباء بالنسبة لحالات المرضى المستقرة أن يكتبوا لهم الوصفة لمدة 6 أشهر. فبهذه الطريقة أن المريض على طول بعد ما يصرف أول مرة وتنتهي الأدوية عندها أن تقرب تنتهي، ممكن يجي بصورة مباشرة للصيدلية بدون ما يروح للدكتور. بدون ما يروح للدكتور، ما في داعي أنه يروح للدكتور وينتظر دوره ويعني ونزيد الزحام، وخلاص بيكتب له روشته بيقول له روح الصيدلية. أي فبيكتب له نفس الأدوية يختصر. أيوة. صحيح. بس دكتور، احنا لما نتكلم عن المستجدات اللي أنت تكلمتي عنها، شلون هذه المستجدات تسهل على المرضى؟ طبعا أهم شغلة هي تقليل الأخطاء الطبية والدوائية لها علاقة بالأدوية. الشغلة الثانية تقليل الزحام بالنسبة للمواعيد والانتظار المرضى، وحتى تقليل يعني الضغط العمل على الصيادلة نفسهم على الموظفين. طبعا يعني من أهم النقاط هي سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الدوائية. طيب دكتورة، احنا لو نتحدث عن الوصفة الدوائية الإلكترونية، كيف آليتها عندكم؟ طبعا احنا صممنا هذا البرنامج داخليا عندنا في مؤسسة حمد، وتنفذ عن طريق قسم النظم المعلومات اللي عندنا في المؤسسة. كانت هي مبادرة الصراحة، وبدينا بطريقة بسيطة جدا، وبدينا من اول ما افتتحنا مستشفى القلب من اول يوم. فهاي الطريقة كثير كانت يعني سهلت علينا وعلى المرضى وعلى الأطباء،
من ناحية تقليل الأخطاء الطبية، لأن حتى مثلا لما الدكتور يكتب الوصفة على الورق خطهم بمخل الدكاترة الخط دائما مشكلة، يعني ممكن تصير أخطاء لأن مثلا ممكن الصيدلي يقرأ اسم الدواء بطريقة مختلفة. فيكم مخزن عندكم في السيستم؟ مخزن في السيستم، الدكتور بس إنه يسوي يعني يختار بس وخلاص، فهي طريقة سهلة. نفس الشيء تقلل وقت الانتظار، وطبعا تكون الوصفة دقيقة ما فيها أي شيء ناقص، لأن السيستم ما راح يسمح للدكتور إنه يخلص يعني يطبع الوصفة بدون ما تكون كل المعلومات موجودة. بس طبعا الحين في توجه كبير او في مشروع كبير على مستوى مؤسسة حمد، يمكن اقدر اقول على مستوى الدولة إن شاء الله، اللي هو برنامج نظم معلومات متكامل لكل الاقسام اللي في المؤسسة، هو السيرنر. وطبعا هاي البرنامج نفس الشيء بيتعمم في المراكز الصحية كلها واتوقع في سدرة، فبتكون ان الدولة كلها مربوطة بسيستم واحد، وهي شيء ممتاز، نقلة كبيرة. ومن أهم الأشياء في هذه النقلة إن يعني أي طبيب في هذه المؤسسات يقدر يدخل على ملف المريض يشوف كل التاريخ المرضي والدوائي لهالمريض، فهاي طبعا يعني نقلة نوعية لأنه بيكون السيستم كله مربوط مع بعض. نعم، وغير هذا يمكن المريض نفسه يقدر يروح أي مركز صحي، صحيح، مو بأنه مرتبط بمركز صحي معين مثلا، صحيح، مثلا ممكن يتواجد في مكان غير المكان اللي هو ساكن فيه مثلا. أي بيكون بسهل يعني أنه كل المعلومات متواجدة. نعم. دكتور، لو متكلم عن جهودكم في التحديث والتجديد في تصميم الصيدليات من داخل وتأسيسها بالمعدات الحديثة، لو تكلمينا عن هذه المشروع. ممكن أنا أبتدي بالصيدليات الخارجية، صيدليات العيادات الخارجية في مستشفى القلب وفي مستشفى المركز السرطان. بدأت الفكرة أن إحنا يعني كصيادلة ومحتكين مع المرضى ومع الطاقم الطبي وكل شيء، يعني دائما في شكاوي للمرضى على الصيدليات الخارجية، من ناحية الوقت الانتظار، من ناحية الأخطاء الطبية اللي ممكن تصير في الصيدلية. فصراحة يعني كثير بحثنا وكثير قرينا وزرنا مستشفيات برا الدولة، فجينا بفكرة، فكرة العيادة الخارجية الجديدة، إنه يكون في مثل كاونترات، أكثر من كاونتر، وصب الرجال وصب النساء، ويكون إن الصيدلي المريض يقعد بنفس مستوى الصيدلي، يكون مرتاح وما في أي ضغط أو استرس عليه، ومستخدمين إحنا نظام عن طريق الأرقام الأوتوماتيكية، يعني فالمريض يأخذ رقم ويشوف ينتظر دوره ويروح على الكاونتر على حسب الرقم. بنفس الوقت اخترنا نحط وراء يعني في الصيدلية الديزاين من داخل أو التصميم من داخل الأرفف الدائرية، فمثلا بين كل كاونترين في أرفف دائرية، فبهالطريقة تقلل وقت إن تحرك الصيدلي وتضيع الوقت إنه يروح يجمع الأدوية من الأرفف في الصيدلية نفسها، فهي قللت الوقت والجهد، فتكون مثل ما نقول إن نقطة واحدة، إن شخص واحد، صيدلي واحد هو اللي قاعد يهتم في هاي المريض، يتكلم معاه، ياخذ تاريخ المرضي، يشوف في السيستم نفس الشغلة الأدوية اللي كان ياخذها سابقا، إذا في أي مثلاً أخطاء أو أي شيء محتاج تعديل في الوصفة الطبية يتكلم مع الدكتور على طول، لأنه خلاص عنده على الكاونتر الكمبيوتر والبرينتر والتليفون وكل شغلة، يعني ما يحتاج أن يتحرك من مكانه، وهو جالس في مكانه بعدين خلاص يعني يعطي الأدوية للمريض ويثقفه ويعلمه على استخدام الأمثل للأدوية هذه. فهذه طبعا من اعتبرها من النقلات النوعيه. بعد ما نجحت هاي الفكره في صيدليه مستشفى القلب، سويناها في صيدليه مستشفى مركز السرطان، وراح تطبق ان شاء الله على كل المستشفيات ان شاء الله، واشوفها انا طبقت يعني الفكره بدت تنتشر يعني عندنا في الدوله. الله يوفقكم. هاي من ابرز الاشياء اللي. طيب دكتور، احنا لو يعني حابين نسألش عن صرف الأدوية الدواء أوتوماتيكيا وكيف ساهم في تقليل الأخطاء، يعني شلون صار هالشيء عندكم؟ أوكي، هاي المشروع كان بصورة رئيسية في المرضى الداخليين، في أقسام المرضى الداخليين، هو عبارة عن كباين متوزعة في كل أجنحة المرضى في المستشفى، فهاي الكابينة عبارة عن أدراج، وفي كل درج في مثل علب تنفتح بطريقة أوتوماتيكية فيها نوع أدوى معين فقط، فمثلا بعد ما الدكتور يكتب الوصفة الطبية الصيدلي يدخلها على السيستم، وبعد ما يدخلها على السيستم طبعا هو أساس لازم يراجعها ويشوف يعني مرة ثانية ما في أخطاء وهالقصص. بعدين الممرض أو الممرضة ما يقدر ياخذ أي حبة أدواء إلا إذا الصيدلي وافق على هذه الوصفة. وبعدين الممرض أو الممرضة يدخل رقم المريض الصحي في السيستم هذا،
ويختار الأدواء اللي مفروض الحين يأخذ المريض وقت تناول الدواء بالضبط يعني. فلما يضغط على هذه الأوبشن ينفتح للدرج بالضبط والعلبة اللي فيها هذا الأدواء. نعم. فطبعا هذه تقلل الأخطاء مرة ثانية، تقلل وقت توصيل الدواء، لأن مثلا الطريقة القديمة اللي كنا نستخدمها كنا نستخدم نجيب التروليات هذه أو الكباين نعبيها يدويا كل يوم الصبح ونحط فيها كمية تكفي المريض 24 ساعة وتروح لها أوتوماتيكيا وتروح لها في الوقت المحدد. لها هاي النظام القديم كان يروح للمريض، وبعدين في احتمال حدوث أخطاء أن الممرضة ممكن تأخذ أدواء مكان ثاني أو جرعة خطأ. فهاي الطريقة لأنها كثير تقلل الأخطاء الطبية، أن نحاول نضمن أن الممرض أو الممرضة يأخذون الجرعة بالضبط. نعم. وغير هذا السيستم نفسه ممكن نطبع منه تقارير كاملة عن كل شيء صار يعني من ناحية تناول الدواء، الأوقات، الأخطاء، ممكن نكتشف أخطاء صارت يعني تتفاداها في المستقبل. نعم دكتورة، لو بنتكلم عن جهودكم في مجال الأبحاث والدراسات والتعليم والتدريس، هل هو مستمر ومتواجد؟ احنا عندنا عدة أشياء في هاي المجال. أول شغلة بالنسبة لنظام للأبحاث الطبية، احنا كثير في عندنا تعاون بيننا وبين كلية الصيدلة في جامعة قطر. لحد الحين اقدر اقول بين المستشفيتين او الصيدليتين تقريبا عندنا حوالي 20 مشروع بحث بالتعاون، في بعضها بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة قطر، وفي بعضها مشاريعنا الخاصة فينا احنا. وكثير نشرنا من ابحاثنا في دوريات علمية عالمية، وفزنا حتى في مسابقات. اي فهذه بالنسبة للابحاث. بالنسبة للتعليم المستمر، احنا عندنا في الصيدليتين برنامج التعليم المستمر للصيادلة وفني الصيادلة. فتقريبا تقدر تقول في السنة ممكن ان نعقد في حدود فوق 90 محاضرة. ما شاء الله. طبعا نختار احنا مواضيع تهمنا، مواضيع ان لتجديد المعلومات، مواضيع دوائية جديدة صارت يعني جديدة، على اساس ان الكل يكون عنده فكرة عن المستجدات في الطب والصيدلة والأدوية. نعم. ومستفيد من هالموضوع طبعا، وهو يعتبر موضوع مجال الأبحاث والدراسات في هالمجال يعتبر كبير جدا طبعاً. ولو نتكلم فيه في حلقات ما راح توفي. لكن دكتورة، سؤالنا الأخير اللي هو الصيدلي الكلينيكي، إيش معنى هالكلمة؟ أنا مو بعرفها، فأنت موجود هنا ليت تعلمينا في هالشيء إحنا ومشاهدينا. طبعا الحين طبعا مهنة الصيدلة تغيرت خلال السنوات الأخيرة. قبل كنا نفكر أن الصيدلة بس تحضير أدوية، تصنيع أدوية وهالأشياء. الحين مهنة الصيدلة صارت أن إحنا نهتم في المريض أكثر. فكلمة إكلينيكية هي يعني بالإنجليزي هي كلينيكال. فهي الهدف منها أن الصيدلي يكون في تعامل مباشر مع المريض. فالصيدلي الإكلينيكي هذا احنا بدينا يعني بدينا هذا القسم من سنة 2008 في مستشفى المركز الوطني لعلاج السرطان والأبحاث، كان الأمل اسمه سابقا. وبعدين من أول ما فتحت مستشفى القلب بدينا هالقسم على طول. فدور الصيدلي الإكلينيكي انه هو يسوي عدة أشياء، من ضمنها انه من أول ما يدخل المريض المستشفى لازم يقابله، لازم الصيدلي يقابل المريض، ونفس الشيء ياخذ تاريخه المرضي والدوائي. بعدين يعني يكون عضو فعال في فريق الطبي اللي مسؤول عن المرور على المرضى بصورة يومية. فمثلا دور الصيدلي انه يراجع الوصفات الطبية، يراجع الأدوية، يشوف اذا في اي تداخلات بين الأدوية بعضها البعض. في بعض الأدوية نحتاج ان نعدل جرعاتها على حسب التحاليل المختبرية. ففي أدوية نحتاج نشوف معدلها في الدم او في الجسم، وعلى اساسها نقلل او نعلي الجرعة. الشغلة الثانية ان قبل ما يطلع المريض من المستشفى أو وقت الخروج يروح للصيدلي الإكلينيكي ويعلمه ويثقفه على الأدوية اللي وصف له إياها الدكتور قبل الخروج من المستشفى. فصار دور الصيدلي فعال أكثر من ما أن الصورة اللي مرسوخة الراسخة في ذهن يعني لحن في مجتمعنا. احنا عارف يا دكتورة أن الصيدلي نعطيه الروشتة وهو يجي كونتر صغير يطلت ثلاث خطوط ويعطيك الدواء خلاص. صحيح. فمعناتها هي دور نفسي أكثر من دكتورة حتى في تثقيف المريض على أدويته. صحيح. مهم جدا يا دكتورة. صحيح. أنا صراحة واحدة من النقاط بالنسبة للكونتر والشباك الصغير، احنا لما أول ما استلمنا مشروع مستشفى القلب، أول ما استلمت الصيدلية كانت الشبابيك مسكرة بزجاج كامل يعني، وفي شي فتحة صغيرة. فكان أول شغلة سويناها إن إحنا نشيل كل هاي
الألواح الزجاجية ونخلي الصيدلية مفتوحة مثل ما شفتوها في التقرير. فهذه عشان تكسر حاجز الحاجز بين نفسي بين المريض والصيدلي ويكون التعامل يعني أسهل ومباشر. شكرا يا دكتورة. دكتورة منال زيدان مديرة صيدليتي مستشفى القلب والمركز الوطني لعلاج السرطان والأبحاث في مؤسسة حمد الطبية، شكرا على هذه المعلومات وجزاكم الله خير على هذا الجهد اللي أنتم تقدمونه للمرضى. مشكورين على الاستضافة وجزاكم الله خير. شكرا الله يحفظك دكتورة. أعزائي المشاهدين بنطلع فاصل وبعدها بنتابع. قطر غاز الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في الدولة، خليكم معنا.